أبو حذيفة. أبو حذيفة هذا كان رجلا صالحا، وفي الحقيقة أنه يعني ابتلي ابتلاء شديدا، ليس ابتلاء في بدنه، ولكنه كما قال بعض العلماء ابتلاء عن يوم بدر، هو في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم مع المسلمين، مسلم مع المسلمين وقوي الإيمان، وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ويعرف أن أباه وأخاه وعمه كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يؤذونه هو أشد الأذى لإسلامه، ولكن النفس بشرية، فحضرت غزوة بدر فهو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع علي بن أبي طالب، ومع حمزة، ومع غيرهم، وفي المقابل أبوه وعمه وأخوه رحمك الله مع أهل الشرك، فبرز المتبارزون، برز المتبارزون، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، عتبة أبو أبي حذيفة، وشيبة بن ربيعة عمه، والوليد بن عتبة أخوه، خرجوا لطلب المبارزة، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعليا وأبا عبيدة بن الحارث. فتخيل منظر هذا الرجل الصحابي الجليل وهو ينظر إلى المبارزة في حقه، يعني في كجبلة، إن انتصر المسلمون أبوه قتل وأخوه قتل وعمه قتل، وليتها قتلة بعدها راحة، إنما كما قال تعالى قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وإن قتل علي أو قتل حمزة فهم إخوانه في الله، أو قتل عبيد بن الحارث فهم إخوانه في الله، أعز عليه من أبويه، من عميه ومن أخيه. فابتلاء شديد حل بهذا الرجل إلا أن الله ثبته. فبعد أن قتل أبوه وقتل أخوه وقتل عمه، والشخص لا يكاد يحزن، أو إن حزن يحزن زمنا، إنه سيلتقي أحيانا بأصحابه من أهل الإيمان في الجنان بعد الموت إن شاء الله، لكن إذا كان لا لقاء وآل بهم الأمر عميه وأخوه إلى الجحيم، وكما قال تعالى قطعت لهم ثياب، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، فلن يلتقي أبدا كالتقاء في إسعاد لهؤلاء، فهنا يتأتى الألم. ذكروا في السير بسند فيه مقال، سند ضعيف، أنه وبعد أن انقضت المعركة، وأذكر هذا لبيان ضعف السند، وأسر العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقتل، لم يقتل العباس عم رسول الله مع سائر الأسرى، بل وقبل في الحديد، ربطت رجلاه في الحديد، وطول الليل يئن من شدة الأسر، أمر النبي بحله من الوثاق، فجاء في نفس أبي حذيفة شيء فتلفظ ببعض الكلام،
يعني حاصله أبي وعمي وأخي قتلوا وعم الرسول يفك من وثاقه، كلاما يضوء كلاما قليلا والسند ضعيف، لكن وبعد أن تكلم بهذا الكلام طيلة حياته يخشى من عقوبة هذا الكلام الذي تكلم به، ويعمل كلما ذكره أعمالا عظيمة كي يكفر عنه هذا الذي صدر منه. النفس بشرية، فعمل لذلك أعمالا وسأل الله لذلك أسئلة كثيرة أن يرزق الشهادة في سبيل الله. رأى أن ذلك الذي يكفر عنه ما قد صدر منه من هواجس، ما صرح بشيء، لكن البشر بشر، وذكرت أن السند ضعيف، وقتل في حرب اليمامة شهيدا رضي الله تعالى عنه.